عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ شنو كتعاودوا؟ مرحبا بكم فلوق جديد، توحشكم بزاف. اليوم لحد الويكاند، واليوم الصباح كل ضروري نفيق شويه بكري صراحه. يعني حنا ديما فايقين معاه بكري، ولكن كنرجع شويه نتكعد كنمشي للخدمه. نط الصباح البنات صراحه، نط اليوم ناشطه الطاقه الايجابيه. بديت نهاري فطرت، قلت نخرج نمشي نيشان الصالون. اول حاجه توحش نمشي للصالون، جلست مع البنات شي شويه ومشيت صايبت شعري وتهلت شويه في الحال. يا لالا هانتوما الشعر قصير. المهم صايبت شويه شعري باش هكا نبدلو لوك مره ميبقاش ديما الشعر سامبل، ودرت صباغه. المهم صايبنا الضفيرات، قطعناهم شي شويه، نقصنا منهم. هادشي اللي كاين البنات. جلست شويه في الصالون. ابخي انا دابا راه واقفه حتى المحل، رانيا اوريجينال. اليوم جايه واحد السلعه خصني ضروري نوقف عليها، واول حاجه بغيت نقول شكرا للمتابعين كاملين الغزالين، الحبيبات دياولي اللي باركوا ليا في الفيديو اللي فات على المحل. كنقول لكم شكرا، وربي يخليكم، والله يعطيكم من ويتو يا ربي في هذا النهار، والله يحفظكم ليا ديما مسانديني وكتقولوا لي ديك الكلمات الغزالين بحالكم. وراه كنقول لكم دائما، راه الا ما كانش التشجيع ديالكم والحب ديالكم راه نهائيا ما كنا نوصلوا لهذا الشيء، وربي يخليكم لينا. ومهم البنات، اليوم غدوزوا معايا نهير في الصالون. اليوم غدوزوا معايا، انا باقا كنغلط كنقول الصالون حيت مولفه الصالون. اليوم غادي دوزوا معايا نهار في المكازا، ومهم طبعا تشوفوا السلعه اللي غادي تدخل جديده. المهم انتما خليكم معنا، اللي زاد كاين يوم الويكاند كيكون معايا، في لا سيمين كامله كيكون خدام، ولكن في الويكاند كيكون معاوني وتكونسيدرتني مع السلعه غادي تكون جديده خصنا نوقفوا عليها. يلا خليكم معنا. شنو شديناك اليوم؟ بخير، انتم تتشوفوا الحد اون دوني، داكشي قلنا ناويين نمشيو نديرو شويه سبور. ساعه قال لك اجي تعاوننا اليوم في المحل. المحل ايوا. شنو الياس مسكين، راه سيمانه كامله هو خدام وكيجي الويكاند كيعاونني، ياك؟ ماشي مشكل ايوا ضروري شويه العوين و ما كاينش العوين، ما كاين والو. واليوم جايه السلعه جديده ان شاء الله، ومهم كاين الياس بهكا باش نتعاونوا كاملين، وانتم خليكم معنا. بس انا عرف فين مشات داك الحوته، بان ليا الروي. هانتوما هذا هو ميكي ساليو المغاربه قال لك الديسير كيبقى هذا الشيء. دابنا الحاجه غتحشي ان شاء الله، حياتك انا وياك ان شاء الله. نمشيو مجموع، دات ليا الغدا اللي كنبغي انا، والله العظيم دائما تنقول ليها ما عمرها كتب لها تجي تاكل معايا. ايوا ما واخا تيمشي ماشي بحال تيكون في الصح. لا واه بصح هي كتصرف لي حقي، نهار كطيب الفلوس كيجي حقي حتى الصالون. والله ما ناكلو بحال صراحه، شحال هادي ما جمعنا انا وامل، شحال هادي ما جمعنا. ايوا هي مسكينه كتجري. واش ما نساوش؟ منساوش لي لايكات اللايكات. ما انا ما بغيتش ديروا اللايكات، انا باش ديروا اللايك. ها هو وري ماما. تهلاو في راسكم وما تنساوش اللايكات، وبوسه كبيره كالعاده للجميع. ولا لا خداكم ها انتم البنات، شوفوا شكون جا عندي اليوم، شوفوا شكون اللي بغى يتصور معانا. ايوا اليوم معروضه. شوفوا عاوتاني قلت لكم في الستوري البارح خدات التوام، شوفوا دابا عاوتاني، دابا شكون دابا ديال من هذاك، بالله ديال من هذاك، مشيت توام روحي توام روحي. دابا قولي لي ديال من هذاك صراحه، قدام المتتبعين ديال من داك الكاب. هذا اللي عندك هذا ديال رانيا. ديال رانيا، ولكن ماشي مشكل ديالك ديالي الشهيره ديالنا. دابا ماما شحال هادي كانت صغيره كانت كتقولي شوفي اللي ديالي ما ديالك، زعما اللي لبستو هي انا كنلبسوها هكا، قال لي شي حاجه انا كناخذها ليها. ومن كبرت
شي شويه مثلا المهم شي حاجه هي مثلا ما كتبغيش لا كتقولي انت دابا طباقه صغيره فديالي ديك الحاجه وكنفكر بهذه المقوله الشهيره كنقول لك كتقولي لي دائما اللي ديالي هو ديالك اي واش شتي اي واش وحنا دابا واخا كبرتي ديالي ديالك ديالي وديالك ديالك دابا صافي تعرفت الحوايج ومن الاخرين ها نتوما جاي قلت عندك لا هادو كيلبسهم كلشي لا عندكم قولوا لي ولا لا كيلبسهم كبير وصغير اللهم نسخنا البرد هذا المهم البنات راه حنا دابا عاد جينا من الخبازه ياك جينا البنات من الخبازه و المره اللي فاتت ما وقع لها واحد القضيه في الاسبوع كانت حتى لاخر اللحظات كتقول لي لا ما عجبنيش هاد الثوب ما عجبنيش هاد الثوب وبقينا كن المهم ما نقولش لكم خدات واحد الثوب وحاولت رجعاتو المهم طرات واحد بزاف ديال هاد الحوايج بقات في الاخر لا تسكشيطه ما عجباتهاش ياك كاينه ولا ما كايناش كاينه هاد القضيه ماشي ما عجباتنيش مش عليا فلاطاي ديالي داكشي اللي كاين الو دابا البارح مشينا حمقاتني عاوتاني مشينا عند مول التواب واختارينا التواب اللي غادي تلبس وبغينا نشاركوه معاكم المهم هاد المره ما غاديش تعاود نفس الغلط خذت الثلاجه ها كنوريو ماما انتوما خذت كولر مفتوحه عرفتي انا نقول لكم واحد الحاجه ملي كنت صغيره كنت كتعجبني الالوان المغلوقه بزاف دابا كاع الحاجه كاع شي حاجه اللي فيها النوار كتعجبني انايا اكثريا اللبس ديالي كله نوار دابا ملي شرفت وكنت ولا كيعجبوني لي كولور مفتوحين ما عرفت علاش كنحس براسي بحال كيعطيوني واحد النظره في وجهي ولا شي وكيفتحوا هما لي كولور ثاني مفتوحين كيجيو زوينين الثلاجه زوينه كولور مفتوحه زوينه هاد البنات داك الكليله اللي كتكون نازله ماشي لا ماشي مخشبه هذيك الخشينه لا نازله داك الخشينه هي اللي شويه شويه في اللحم كتقرص لا لا هذه نازله زوينه وهذا اللي لداخل تاع اللامي بريو ايوا شنو هو العراضه كتبغي مناسبه كتبغي شي حاجه تكون عافيه العين شنو كتفضل انا اللي كنت تردد كنبغيش الحاجه فيها هكا الزق فسق لي بزاف حاجه فسق لي بزاف ما كنبغيش اكثر هي الحاجه في السابق كتكون ساعه ولكن الحمد لله غادي تطلع ان شاء الله غزال عاد غتشوفوها لا ساعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وخذينا البنات هادو هذا الالياس هادو تويبات ديال الرجال غزالين البنات شكون قولوا لي ماما هادو ما عرفتش انا ما كنفهمش المهم خديت ليها البنات هاد اللوين هذا تقريبا بحال هذاك اللي كان لابس الاسبوع نص الثوب ياك تقريبا خديت ليها هذا بحال بوغدو بحال روج روج بريك لا ماشي روج بريك بحال روج غوز شكل واحد ما كيبانش في الكاميرا حتى هو ما كنت صورته ليه البارح قال لي لا ما عجبنيش ما بغيتوش دري لي شي كولور اللي هي بارده قلت له صافي ثق في الذوق ديالي راه غيطلع واعر وخديت ليه ان شاء الله البنات غيكون يلبس هو وبابا نفس الفيسا ونفس اللوين المهم حتى الاخر عاد نجيكم الصدمه حتى الاخر عاد نقول لكم شنو وقع هذا صافي نفس الثوب تقريبا غير هو ما فيهش هاد بحال الحبه شتي كي داير البنات غزال هذا غندير ليه جليليبه ياك شتو كي داير البنات زين صراحه صراحه شنو هاد اللي لاحظنا ملي مشينا للخباز بلي التواب ديال التكاشط ولا التواب قلالين واتي الخبازه معروفه زعما بالتواب ومالين ديال التكاشط ولكن اللي لاحظت بلي كاشط كلشي قليل كلشي قليل وباقي داكشي ديال العام اللي فات لاحظتها باقي نفس تقريبا واش واش نفس داكشي العام اللي فات هو اللي كاين هاد العام ولا باقي ما دخلوش الجديد ما عرفتش الصراحه شنو كاين ولكن هاد الثلاجه هادي جديده اصلا وهي ماشي جديده هي كانت شحال هادي لا كيقول مره كيخرجوا فيها هي قديمه الثلاجه قديمه دابا شفت واحد الستيل نيت بحال هاد الثوب هذا ودايره فيه قفيطين قفيطين دايره ليه المجدو جافين كيجي زوين كيجي زوينه كيجي زوين صراحه تخيل شي شكيل بحال هكا المهم بنات جينا راه ماشي خدينا هاد راه خدينا تصويبات اخرين غنحطهم دابا نوريهم لكم هادوك دفعتهم نيشان دفعتهم حتى لخالتي حتى هي دفنا قفيطين وداكشي المهم على ذوقي يا ما عارفاش انا ما كنقولها في الفيديو والله ما عارفه هي بعد سرات معايا كنقولها سرات معايا الهضره حتى هي ما عارفاش خدت لها واحد الموف بارد بحال هذا تقريبا
صراحه بالي يمكن ما عندهاش المون فيك. لا ماشي بالفانكه بارد شويه مغلوطه شويه على هذا هي كيجيو مع هذوك الالوان شنو كيفاش جالسين بحال التويمين. الاخت انا فوقاش غادي تحتفلوا بياني فوقاش غاديروا داك الحفله لي اللي بغيت نقول لكم البنات هو صراحه كنا غنديروا في هذا الشهر هذا في هذا المو هذا ولكن صراحه اول حاجه ما قدناش الوقت هي هذه واول الاسباب هي كماما كان جانا مع الاصلاح ديال المحل الثاني اللي كان في الخبازه اللي هو غادي يكون الافتتاح بالمناسبه غادي يكون الافتتاح نهار السبت ان شاء الله في العشيه. بغيت نقول اول حاجه للناس كامله مرحبا بكم بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو مرحبا. مرحبا اي واحد جا من اي بلاصه مرحبا به راه غادي نخلي لكم ان شاء الله الادريس في الانستغرام ديالي باش هكا الناس ما يكلفوا حتى شي حاجه. واللي بغيت نقول لكم البنات السبب الثاني من غير هو هذا الشيء كان ياسين. صراحه ياسين كان غادي يجي في هذا اليوم وهذا ونسق مع الخدمه ما لقاش كيفاش يجي حيت راكم عارفين راه حنا راكم عارف سورتو اختنا ماشي بحال الاسبوع ماشي بحال كتكون عارف الوقيته اللي كتكون كتكون عارف الوقيته ما كتكونش عارف بالعكس ما كتكونش عارف بالعكس انا بعدا كنقول ما كتكونش عارف لا ولكن كتكون عندك ابوبخي ما بين هذه وهذه الدادات ما بين هذه وما بين هذه الدادات سورتو حنا يعني راه قالت ماما زعما يخدم هو صغير الحد الصغير باقي كيدير ليه كوش وداكشي ما كيتحركش بزاف حيت الدراري تيبداو تيتحركوا كيولي شويه صعيب شويه صعيب البريان كيكون صعيب. المهم بزاف الناس اللي نصحونا قال لك زعما حد صغير يخدم باش تهنا وحتى هو يرتاح على خاطرو يكون ما كيتحركش وما كيكونش كيبوجي بزاف. داكشي اللي غنديروا ان شاء الله البنات وكما قلت لكم كان ياسين كان غيجي في هذا الشهر وزق ما غيجيش على حد بسبب الخدمه وما قدرش يورغانيزي ما بين هاد القضيه. داكشي علاش قلنا ان شاء الله غادي ناجلوا غادي تاجل اختنا واحد شويه ان شاء الله وكونوا هانيين ضروري غنشاركوا معكم التحضيرات غادي نشاركوا معكم المناسبه اكيد ما غادي نديروها التقاليد ديالنا ضروري المهم راه كاينين شي حوايج غادي نشاركوهم معكم حتى انا لاول مره غادي نسمع عليهم نحس بهم اول مره نسمع بهم قلت لي عقوسي ديك المره بلا ما نقول لكم شنو كنحرقوا المراحل بلا ما نحرقوا المراحل كانت قالت لي عقوسي شي تقاليد كيديروهم نديروهم قالت لي باش الوليد ما كيتقصاش ان شاء الله ان شاء الله شي حوايج اللي زوينين كيديروا المغاربه كاملين التقاليد ديالنا القدام ما تخلصش تبات ناري حبساتني ماما قالت لي صافي حبسي واش غنقول لك. المهم هادشي اللي كاين البنات قلنا ناجلو شي شويه بتي راكم عارفين المناسبات كيبغاو يكون الواحد مجموعه مع الحباب ديالو مع العائله ديالو ما كتجيكش انك واش غديري الا ما كانوش مع العائله مجموعه حاجه ضروري وان شاء الله يمكن راجلين حتى من كندا وجايين من فرنسا المهم قضيه ان شاء الله غادي اجلنا على بزاف ديال الناس. واللي بغيت نقول لكم البنات ضروري غادي نشاركوا معكم البلاصه اللي غادي نديروا فيها وفين كل شيء حين تراو بزاف ديال التغييرات بزاف ديال الحوايج في الاخر لحظات سبحان الله حاجه هو الانسان تيبلاني بزاف الحاجه كيدير ولكن ما كتعرفيش الخير فين اختاره الله الخير فين ما اختاره الله هذا هو اللي يقول الانسان بعض المرات كتكوني بلانيه هذه وهذه ولكن كتجي بعض الحوايج كيتقلبوا ولكن كيكونوا دائما في صالحك كوني اكيده دائما خير فيهم خير انا تيقول لك ربي ما تيسد باب حتى كيحل بيبان وربي كيعكس حتى كيعطي الخير والحمد لله هادشي ما نقول اللهم لك الحمد وكونوا اكيدين غنشاركوا معكم كلشي ان شاء الله. المهم بنات هادشي اللي كاين شاركنا معكم هذا الفلوغ هذا كنتمنى يكون عجبكم خفيف ظريف ونتسناو ان شاء الله الفيديوهات الجايين قولوا المهم ما بغيناش نبقاو غابرين عليكم داكشي اللي كاين بغينا نطلع عليكم طويله ونهضروا معكم شي شويه وبغيت نقول لكم مرحبا بكم في الافتتاح ان شاء الله نهار السبت في العشيه اي واحد جا عندنا مرحبا به فحال ديك المره شنو هو الساعه 4 تقريبا تكون الساعه 3 ونص 4 اي واحد مابقاش ما جيتو مرحبا بكم عشيه صباح داكشي اللي كاين مرحبا بالناس كاملين وبالنسبه للناس اللي غادي يسولوا حتى فين كاين المحل راه كاين حتى قصر السملالي زعما اي فوا تركبوا في الطاكسي تقولوا ليه قيصرية السملالي في الخبازة راه معروف هذيك البلاصة راه حنا جينا حدا ستوب ديال الفروجي كما تسمى البلاصة غتكون باينة اصلا داك النهار تكون زعما تكون كل نشاط نشاط ومرحبا اللي بغى ينشط اللي بغى ينشط مرحبا بيه مرحبا بالجميع كاع من انحاء المغرب كاملين. يلا تهلاو براسكم البنات نتلاقوا ان شاء الله فيديوهات اخرى وما تنساوش لايك
وبيزو كبير لكم كاملين، تهلاو فراسكم. باي باي.